نحن هنا. حسن. الحمد لله على السلامة يا لولو. الله يسلمك، وحشتني يا حسن. وانتي؟ وحشتني يا حبيبي. احكي لي بقى، اتبسطتي؟ قوي قوي، يا ريتك كنت معايا. المرة الجاية. المرة الجاية هتسافر معايا، يا كده مش هسافر تاني. عمرك يا حبيبتي، المرة الجاية واللي بعدها وكل اللي تطلبيه. الشهر الجاي هرقص في أوروبا. مبروك. ميرسي. هتيجي معايا مش كده؟ طبعا. امال حسيبك هناك لوحدك شهر بحاله؟ يعني ما سألتنيش. عن ايه؟ عن عربية الخواجة سيمون. اشتريتيها؟ وشحنتها معايا من بيروت. وواقفة قدام باب العمارة دلوقتي. اوعي سيمون يكون ضحك عليك. انا دفعت له زي ما قلت لي انت تمام، ولا ليره واحده زياده. أروبة يا حبيبتي. تلمستك يا ابو علي. مين ده؟ خليك انت. محمود، ايه الحكايه؟ حكايتي ايه؟ كنت ماشي ورايا من اسكندريه لمصر ليه؟ عادي. عادي يعني ايه؟ ما تتكلم يا حسن. هو حسن كان معانا، صدفه شفتك في اسكندريه، وصدفه مشينا الطريق واحد. وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ عادي. طب وما كلمتنيش ليه لما شفتني؟ عادي. هو كل حاجه تقول عادي؟ انت مش عارفه محمود وحركاته؟ تلاقيه كان هربان من واحده من اياهم. بقول ايه؟ مش هتديني لفه؟ لفة ايه؟ العربية الواقفة تحت. العربية؟ طب ونعمل ايه من غير عربية؟ خدي تاكس. يا برودة يا دمك. خدي عربيتي يا لولا وادي له مفاتيح خلصينا منها. يعني ياخد عربيتي الجديدة واستلف فانا عربية نص عمر؟ اصله جو جديد حلو قوي يستاهل. هتفرقعك ومش هتيجي في الميعاد. عادي. الليل سطار يا عتريس، مش كده ولا ايه؟ عملت طيب. هي دي الشغله كلها؟ الغالي تمنه فيه. افيون. العربيه لازم ترجع الليله. يلا يا رجاله شوفوا شغلكم وخفوا ايدكم شويه. خلي بالكم قدامنا ساعتين زمن عشان العربيه ترجع زي ما كانت. يا محمود. محمود انت اتغيرت يا محمود، انت ما بقتش بتحبني. انا عمري ما قلتلك اني بحبك. يعني ايه كل اللي كان بينا كان معناه ايه؟ مجرد وقت ظريف قضيناه سوا، والوقت الظريف ما حدش يندم عليه. يعني خلاص خلاص. عادي. طب وانا؟ انا بحبك يا محمود. بكره تحبي غيري ويجي راجل غيره. انت سافل. انا مش سافل، انا عمري ما وعدتك بحاجة. انا غلطانة اني صدقتك، غلطانة اني عرفت واحد زيك. محمود محمود. خلاص يا قمر، كان لازم يجي يوم تنتهي العلاقة دي. صدقيني ده لمصلحتك، بكرة تلاقي اللي أحسن مني. والتسليم الليلة إزاي؟ هتخرج معاك بنت من الصالة، تركب معاها التاكسي اللي تقولك عليه هي، وبعد كده سوا هيتصرف. بونسوار. مرحبا يا ميرفت. أهلا وسهلا. أهلا. اتفضلي. ميرسي. أيوه هي. أقدم لك بيومي بيه يا ميرفت.
تشرفنا يا بيومي بي. بيومي بي معجب بيك قوي وعازمك تشربي كاس معاه. اهلا حاج سعد. اهلا. يعني جاي وايدك فاضيه؟ مش لما نتفق؟ ما احنا دايما متفقين. والميعاد امتى؟ لما اعرف هقول لك. طب هنتقابل هنا برضه، بس المره الجايه ما تجيش وايدك فاضيه. طيب. استاذ محمود، انت تعرف لولا الرقاصه؟ مالها لولا؟ انت سبق واستلفت عربيتها النهارده الصبح. ما انا قلت لستك. انا بوجه السؤال لمحمود مش لك. ايوه ايوه. هي ايه الحكايه بالظبط؟ لولا اصيبت في حادث انقلبت بيها العربيه. ايه؟ تقرير المعاينه بيقول فرامل العربيه كانت. ولولا جرى لها ايه؟ لولا في المستشفى وللاسف الاصابه خطيره. كل شيء تمام، وما دام دفعت الكفاله اسيب الباقي عليا انا. ولولا ربنا معاها. هي لولا اتهمتنا انا. مفيش شهود وانت ما اعترفتش بحاجه. ايوه بس لولا تعرف حاجات كتير. كان ممكن تعرف اكتر. كده كان لازم تسكت. يعني انت شغلنا ما يعرفش لولا. ما يحبش لولا. لولا بتحبك. ليه؟ ما هو مفيش حاجه مالهاش سبب. حتى الحب لازم يبقى له سبب. لو بقى له سبب ما بقاش حب. يبقى متفقين. اهو اللي كان بيني وبين لولا ما هواش حب. ما تتكلمش عن الحب، انت عمرك ما عرفته. بالعكس يا محمود، الحب اللي نعرفه هو اللي ملوش سبب، الحب الحقيقي. حب الفلوس مش كده؟ حب ليك يا محمود. حتى الفلوس اللي جمعتها وشقيت فيها هتكون ليك في يوم من الايام. وايه قيمه الفلوس؟ لولا جايز تموت، انا جايز اموت. انت لا، انا فديك بعمري يا محمود. ما كانش الموت يبقى السجن، والحكايه ما تفرقش. السجن انت عمرك ما هتدخله. ليه؟ على راس ريشه؟ مش لازم نضيع احنا الاثنين، كفايه واحد. وقتها هشيل الهم ده عنك. كفايه انا يا محمود. انا مش هستنى لغايه لما يجي اليوم ده. كفايه لغايه كده يا حسن. انت اتجننت. انا خلاص عيلت. انت سكران. انا عمري ما كنت فايز زي دلوقتي. انت اخويا ودراعي اليمين. اللي ملوش قلب ملوش دراعين يا حسن. أنا قلبي ودراعي زي الحديد. وأنا مش ممكن أكون دراعك اللي يقتل. أنا ما قتلتش. ولولا اسكت اسكت. محدش بيقتل حد. واللي بيموت في شغلتنا بيقتل نفسه، واللي بيتقتل بيفادي غيره. لعبة مش بتاعتي. بكرة ترجع لعقلك. بكرة هرجع لقلبي وضميري. أظن كلمة غريبة عليك. أنت عيل صغير. يا ريتني أرجع عيل صغير، وأنسى اللي فات من عمري. أنا أخوك يا محمود ما تسيبنيش. إن كنت أخويا صحيح سيبني أنت يا حسن. نهارك سعيد يا ست ام فاطمه. شقه غريبه. خير يا سي محمود؟ يا ترى فاطمه هنا؟ لا فاطمه مش هنا. امال فين؟ لسه ما رجعتش من الشغل. ويا ترى هتتاخر؟ الله اعلم، ساعات بيبقى عندها شغل وبتتاخر. طيب هبقى اسال عليها مره تانية. ابي سلمي لي عليها. طيب عن اذنك. مع السلامه. والليلة دي حسبت لك ان انا عندي كلمتي.
مرحبا ابو حنفي، خطوة عزيزة. ازيك يا عتريس؟ يا مرحبا. ايوه خدمة سي محمود، اؤمر. هي خدمة صغيرة بس أربعة باب. عربية على قد. نقل اللي تعجبك. بيع وشراء. مش عيب، هو في فرق بيننا؟ ألف ونص. اشمعنى؟ ما قدرتي. بس حسن طول عمره خيره علينا. دي ليا مش لحسن. هي ايه العبارة؟ تاكس، وانا اللي هشتغل عليه. وايه لزوم تاكس واحد؟ خليهم تلاتة خمسة. شغلة التاكس عايزة كده. بقولك ما اقدرش، ولو تمن اكتر تقسط لي. مفيش فرق، خد العربية اللي تعجبك. لكن قول لي انت نويت تسيبنا ولا ايه؟ اهي دي عربية كويسة، بس المهم يا عتريس الفرامل تكون سليمة. محمود انا معرفش نمرة تليفونك، وكان لازم اجي. خير؟ عايز اقابلك ضروري. انا مشغولة يا محمود، انت معطلني. حسناك في نفس الكازينو، خلص شغلك وتعالي. ما مش موجودة. ما رجعتش من شغلها؟ لا رجعت. اه امال هي فين؟ راحت تزور واحدة صاحبتها، اصل فرحها الليلة. فرح مين؟ صاحبتها. طب وهترجع امتى؟ يا عالم يا ابني، فرح بقى وعذرها معاها. طبعا طبعا، استاذن انا. ما قلتليش يا ابني كنت عايز فاطمة ليه؟ ملوش لزوم بقى يا ست ام فاطمة. لولا رجعيني اوضتي لو سمحتي. لحظة واحدة من فضلك. انا ارجوك مش عايزة اشوف حد، مش عايزة اكلم حد. هما كلمتين هقولهم لك وامشي على طول، بس ارجوك تسمعيني يا لولا. نفسي تصدقيني وتعرفي اني بريء. انا ماليش دعوه بحكايه العربيه، والدليل على كده ان انا سوقتها ليلتها لغايه كباريه. ولو ما كنتش بريء ما كنتش قدرت اجيلك النهارده. حاجه تانيه يا لولا انت ما تعرفيهاش، انا سبت حسن. ارجوك تصدقيني انا جايلك النهارده عشان اخلص ضميري. انا ابتديت حياه جديده وبصفي كل الحسابات القديمه، ويهمني قوي انك تصدقيني. انا عارفه يا محمود. عارفه؟ عارفه كل حاجه. عارفة مين اللي بوظ فرامل العربية، وعارفة أكتر من كده كتير، أكتر من اللي أنت نفسك تعرفه. يعني إيه؟ ميرسي على الورد يا محمود، زيارة مقبولة. اهلا وحشتني، ايه الاخبار؟ اليستك جاوب واللي اتفقنا عليه. جنب رجلك الشمال شنطه سوده فيها الامانه كلها. شوف بنفسك. 100,000 فل مش كده؟ 50,000 فل بس يا حسن بيه. ليه؟ كان اتفقنا 100,000. الباقي تاخده بعد التسليم باسبوع. انا مش هقعد معاك كتير، وكنت عايز اعرف امتى. لما يجي الوقت هتعرف. ولما يجي الوقت تاخد الباقي. حسن ايه اللي جابك؟ اشتقت لبيتنا القديم، اشتقت اني اشوفك يا محمود. وعرفت منين ان انا هنا؟ امال هتروح فين؟ انا عرفت انك سبت شقتك وبعت اللي فيها عشان تتاكد ان ليلتها ما كنتش سكران. اوعى تفتكر اني زعلان يا محمود. تصدق بيه انا فرحان لك. اصلك لسه على البر، انما اللي زي انا في وسط البحر
يا يعوم يا يغرق يا ابو حنفي. عوم وارجع للشط يا حسن. لسه ما انش الاوان يا اخويا. المهم انت هتعمل ايه؟ عادي هشتغل وربنا يعيني. محتاج حاجة؟ فلوس؟ امر ابو حنفي. انا عارف يا حسن، انا معايا اللي يكفيني ويخليني ابتدي سليم. وانا رقبتي سدادة، معايا من جنيه لخمسين الف. ايه دول؟ فلوس يا محمود. فلوس من ايه يا حسن؟ خمسين الف ولسه قدهم. دي فلوس حرام. بكرة ما توب تبقى حلال. صدقني يا ابو حنفي كلامك ليا اخر مرة اثر في نفسي. انا ناوي اعمل زيك بالظبط، بس اضرب ضربتي الكبيرة وبعدها خلاص. انا كمان عاوز ارتاح. بس انا ليا خدمة عندك. انا حاسب لك الشنطة دي وعاوزك تخفيها في مكان امين. امان لغاية ما ارجع واخدها منك. حسن انت عارف ان ده مش ممكن. من حقك ترفض، بس دي اخر خدمة هتعملها لي لو كان لي خاطر عندك. ولو انا مصدقك وعارف انك تبت حقيقي يمكن ما كنتش وثقت فيك وطلبت منك الطلب ده يا محمود. حسن انت بتقول ايه؟ معلش يا محمود، شغلتنا علمتنا الاخ يخون اخوه. انا عمري ما خونتك يا حسن. وانا عمري ما خونتك، بس دي اخر خدمة بطلبها منك. ودي اخر مرة هطوعك يا حسن. يبقى متفقين يا ابو حنفي. حصل تأخير ليه؟ اتقل يا حاج. بقالنا كتير لابدين في الرطوبة والواحد ابتدى يتوغش. قلت لك بلاش تيجي معانا. احنا شركة وايد على ايد تسند، ولما استلم اسلمك. ما هو لو ما كنتش خونتني وكنت دفعت لي المبلغ كله في مصر كان الرجاله عملوا الواجب واحنا مرتاحين، وما كانش في داعي نيجي هنا لا انا ولا انت. حصل خير. ربنا يستر. سامحيني يا ام، انا ما نسيتكيش، عمري ما نسيتك، وكان لازم اجي ازورك من زمان. يا ريت تساعديني يا امي، انا محتار ومش عارف اعمل ايه. حاسس اني بقيت زي التايه. اخويا حسن محوطات ديابه، ابنك حسن لو دخل السجن هبقى انا لوحدي، هعمل ايه؟ ساعديني يا امي، ساعديني وساعدي حسن، خلي روحك جنبه، حميم الديابه. في حركة في المية. الأخ غريب؟ اسمي مش غريب. اسمك كريم ايه؟ خليل. النص وانا معايا النص التاني. اشوف. احنا جاهزين. يلا يلا يا رجاله.